بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع: فتنة القبر ربما هي فتنة البرزخ، والله أعلم. فتنة القبر تعني الامتحان والاختبار عندما الميت المقبور يسأل، وهذا الامتحان والاختبار ربما يكون للنفس عند دخولها عالم البرزخ، فيسأل عن دينه ونبيه وربه من قبل الملكان عند بوابة الدخول إلى البرزخ، والله أعلم. إن النفس بعد موت جسمها المادي الدنيوي هي التي تصبح ترى الملائكة وتسمعهم وتدرك وتحس، أما جسم النفس الذي مات وقبضت منه الروح من قبل ملك الموت يصبح لا يرى ولا يسمع ولا يدرك ولا يحس. وأبواب السماء سوف تفتح للمؤمن، أي أبواب السماء تتفتح لنفسه وليس لجسمه الميت المقبور. المؤمنين والمتقين سوف يثبتهم الله في الحياة الدنيا بعمل الصالحات وطاعته وتقديم ما يحبه الله والابتعاد عن المعاصي والشهوات المحرمة. وسوف الله يثبت نفس المؤمن عند الموت عند سؤال الملكين لنفسه: ما ربك وما دينك وما نبيك؟ فيثبت المؤمنين بالجواب الصحيح فيقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي، ومحبا إلى لقاء الله. فيدخل المؤمن إلى الجهة النورانية من البرزخ، جهة الجنة. أما الكافرين الظالمين الذين ظلموا العباد وخربوا البلاد لا تثبيت لهم، فلا يستطيعون نطق الجواب للملكين ولهم سوء العقاب، فيدخلوا إلى الجهة المظلمة الكثيفة من البرزخ، جهة جهنم. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الله رب العالمين يثبت من يريد تثبيته ويضل من يريد إضلاله حسب ما تقتضيه إرادته وحكمته. على الإنسان أن يهيئ نفسه في الحياة الدنيا قبل الموت بالإيمان والصلاة وعمل الصالحات والابتعاد عن ما حرمه الله، محبا لله ورسوله وموته على الإسلام. فمن مات على هذه الحال يكون قلبه منور ومملوء بالإيمان والأعمال الصالحة، فإن الله سبحانه وتعالى يثبت هذه النفس المؤمنة ويوفقها على شهادة أن لا إله إلا الله ومحمدا رسول الله. هذه النفس المؤمنة والمطمئنة تكون منورة وفرحة، فلا خوف ولا رعب لديها عند سؤالها من قبل الملكان. الملائكة لا تخيف المؤمن ولا تفزعه، بل تتلقاه بكل محبة ويستبشر برؤيتهم ولمحبتهم له، بل تزرع الفرحة في قلبه وتبشره بالجنة وتأخذه إلى جهة البرزخ المنورة، جهة الجنة، حيث السعادة والنعيم، فيكون فرحا أشد الفرح لأنه كان مؤمنا بالله ويعمل الصالحات ويحب الله ورسوله، ويعرف أنه ذاهب إلى الجنة يوم القيامة وتفتح له أبواب السماء. أما الكافر العاصي الظالم والساحر الذي كان يؤذي الناس، يكون قلبه مسود، لا إيمان ولا أعمال صالحة، فإن الله يضله ولا يوفقه عن الصواب في الدنيا ولا في الآخرة. وهذه النفس التي كلها سوء
تكون خائفة فزعة مرعوبة، فلا يستطيع الإجابة على أي سؤال. وهذه النوعية هي التي تكون مرعوبة عند سؤالهم من قبل الملائكة الغلاظ الشداد، فلا يعرفون ماذا سوف ينطقون، فتأخذهم الملائكة إلى الجهة المظلمة من البرزخ، وهي جهة جهنم، جهة الأشرار، فيرفضوا الدخول. هذه النفس الخبيثة السيئة يضربها الملك بمطرقة على رأسه، فيخر داخل هذه المنطقة المظلمة التعيسة مع التعساء. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. To keep watching these videos, go to YouTube channel Nail Musitif.